نعم عزيزي، برج الجدي هي قراءة للرجال والنساء، للمتزوجات، للمتزوجين، للمنفصلين، يعني هي قراءة عامة. أعيد، للمنفصلين، للمرتبطين هي قراءة عامة، وخذوا يعني ما يهمكم من الرسالة والباقي اتركوه. وخا لنبدأ. عزيزي برج الجدي، عفوا برج الجدي، أرى هنا طاقة كبيرة جدا، طاقة الطموح والمثابرة والكثير من العمل، الاجتهاد والجد والجدية. نعم، على المستوى المهني ربما أنت تدرس أو تعمل، أرى يعني مجال الطب أو المحاماة أو أعمال إدارية أو ربة بيت. وخا إذن أرى إنسان برج الجدي، أنت تعمل كثيرا، تعمل، تحب مساعدة الآخرين، تحب إسعاد الآخرين وإرضاء الآخرين ماديا ومعنويا. يعني أنت تعمل فقط، يعني كلها يعني العمل 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 والمسؤولية وإسعاد الآخرين. أخو يعني هناك يعني امتثال للواجبات بطريقة آلية، يعني بطريقة آلية، ويعني أرى أنك لا تفكر في نفسك، يعني نسيت نفسك عزيزي برج الجدي. أعيد أنني أتكلم مع النساء والرجال وهي قراءة عامة. أرى أنك يعني أنت برج الجدي، أنت يعني تفكر يعني لوحدك، أنا لن أقوم بهذا إما خوفا أو لإرضاء الآخرين، أنا لن أختار هذا يعني احتراما للعائلة، للآخرين أقصد العائلة. أرى أن يعني من يدرس ربما يدرس دراسة معينة لإرضاء أمه ولا يدرس ما يحبه حقا. أرى يعني ربة بيت تعمل وتكرس حياتها للأطفال، للبيت، تعتني بالبيت، تعتني بزوجها، بأطفالها، ولا تتكلم، وهي ربما تريد أن تخرج يعني شي مرات يعني مع الزوج ديالها تعشى برا، يعني أن يخرجها زوجها للعشاء أو يعني شيء من هذا القبيل، لكن لا تتكلم لأنها المرأة المثالية وهي مسؤولة وكل همها الأطفال والعناية، ونعم العناية بالأطفال والاهتمام بالبيت والزوج، صافي. ويعني أرى هنا يعني أرى يعني لا تعبرون عن المشاعر أبدا، فقط تعملون وتعملون يعني تصفون نفسكم، أو يعني أنتم صورة إنسان قوي طوال الوقت، طوال الوقت، يعني كما أنكم تلبسون قناع يعني لتظهروا للناس أنكم الإنسان المثالي، الرجل المثالي أو المرأة المثالية والمسؤولة وكل هذا، يعني ودائما العمل، ويعني كل العمل طبعا هناك يعني من الجانب المادي، يعني هناك نجاح، نعم هناك نجاح، لكن فيما يخص أنت يعني عزيزي برج الجدي، أنت نسيت نفسك، كل ما تريد هو إرضاء الآخرين. للمتابع. من جديد العمل، يعني أنت يعني يجب أن تظهر للآخرين خاصة العائلة أنك الأفضل، أنك الأفضل. تقول لك الكارت، يعني ما زالت يعني الكارت يعني العمل وما قلته سابقا، وأنك الرجل أو المرأة المثالي، وهذه هي صورتك دائما، لا تتغير. لذلك أنت يعني أنت يجب ما تقوله هذا الكارت هو أن تحرر نفسك من ماذا؟ من نفسك. أنت
تسعى لتحقيق النجاح دائما، وتظهر كما قلت يعني في نفس الصورة، يعني يعني ربة البيت، تعمل في البيت دائما، ويعني الطبيب أو المحامي أو يعني مهما كان يعني عملك، دائما يعني تعمل ودائما مسؤول، وهذه الأشياء يعني لا تتغير. ونسيت أنك مجرد إنسان، مجرد بني آدم، يعني أنت إنسان تحتاج للحب. شوف إيش كتقول هذا الكارت، أنت إنسان تحتاج للحب بشكل يعني خطير، تحتاج للحب. لكن أنت يعني نسيت هذا، نسيت هذا، كما لو أنك يعني إنسان آلي وتعمل لتحقيق النجاح دائما، ونسيت أنك إنسان تحتاج بأن يعتني بك يعني الآخرون، وليس العكس. لكن ما أراه هو العكس، أنت دائما تريد إسعاد الآخرين، يعني تساعد الناس ماديا ومعنويا، ونسيت أنك فقط إنسان، مجرد إنسان. نعم، إذا في نعم هذه كارت الحب في عقلك، في عقلك أو في عقلك إنسان، وفي قلبك كذلك، هي كارت المحبة، كارت الحب، إنسان مهم، تعرف أنه حياتك. يعني أنت دائما تفكر في هذا الإنسان، لكن صورة ذلك الإنسان المثالي، أنا الآن أتكلم طبعا عني، يعني عني الذي يعني ربما مرتبطين أو ليس لديهم علاقة. نعم، يعني أنا تكلمت عن الزوجة، لكنها يعني تكلمت عن الزوجة وتكلمت عن وضعيتها. نعم، والآن نتكلم يعني عن من ليس متزوجا، كان مرتبطا أو منفصلا، أو كل واحد يعرف كيعرف الوضعية دياله. إذا في عقلك وقلبك إنسان مهم، تعرف أنه يعني سيسعدك، لكن خوفا من الأسرة، خاصة الأم، لأن برج الجدي له يعني علاقة أو رابط خاص جدا مع أمه. هو يتظاهر دائما بأنه قوي، لكنه في الحقيقة ضعيف، ولا يسيطر على حياته، لا يسيطر على حياته. هناك قمح للمشاعر، انظر يعني هذا أنت أو أنت، يعني وحقيقتك هو أنك تحتاج للحب. نعم، المتابع. انظروا، هذا الكارت تقول لك أنك يجب أن تغير منهج حياتك، يعني العربة، يعني يجب، يعني لابد أن تغير وتكون قويا، وتكون قويا، يعني القوة هي الشجاعة، يعني وتخلع هذا القناع، يعني كيف أشرح، دبغس تواد سغول، ماذا أقول؟ يعني تخلص من هذا الدور، دور الرجل المثالي، المرأة المثالية، يعني وعيش حياتك. يعني أنت منحت لنفسك أو عينت يعني بنفسك لنفسك هذا الدور، يعني الرجل أو المرأة المثالية والمسؤولية والعمل وكل هذا، فقط، لكن نسيت نفسك، تحمل ثقل ضخم على ظهرك لإرضاء الآخرين، وأنت في الحقيقة حزين. وهذا الكارت مهم جدا، يعني هناك إنسان، الحب ينتظرك، لكن ماذا يقول؟ أنه يعني لن ينتظرك طوال الحياة، يجب يعني أن تسيطر وتتحكم في حياتك. كارت الأمبراطور، يعني نختم بكارت الأمبراطور، لن تكون أمبراطور ولن تكوني أمبراطورة إذ لم تتحكمي أنت أو أنت في حياتك، ولن تكون سعيدا أبدا. نعم، يعني كانت قراءة غريبة لكن جميلة. يعني الجدي يعني شخصية، نعم شخصية، يعني تحب العمل، لكن ليس لهذه الدرجة عزيزي برج الجدي، ليس لهذه الدرجة، يعني يجب أن تعيش حياتك. يعني لنرى ما هي رسالة الملائكة. سلام، أخ.
السلام يعني تحتاج للهدوء، تحتاج نعم تحتاج للطمأنينة، لتكون مع نفسك، لتكون مع نفسك وتستمع لنفسك وتعرف ماذا تريده في الحقيقة. يعني كفى من إسعاد الآخرين وقم يعني إسعاد نفسك وعيش حياتك. وهذه الكارت يعني كارت التأمل كذلك، يعني مثل الكارت الأولى يعني العودة للروح، أن تستمع للروح، الرجوع للأنا الداخلي، يعني أن تعرف ماذا تريده حقا. وهذه يعني مثل العربة، هذه الكارت هي مثل العربة، يعني يجب أن تكون كارت الشجاعة، الشجاعة الشجاعة والشجاعة والحركة، يجب أن تكون يعني شجاعا، أن تفعل ما يأمره بك قلبك وليس المجتمع أو العائلة أو الأسرة، يعني يجب أن تكون سعيدا. هذه القراءة يعني ليس عادي، ليس طبيعي ماذا تفعله أنت بحياتك عزيزي برج الجدي. وكانت هذه قراءة برج الجدي، أتمنى يعني أن تستمعوا لرسالة هذه القراءة يعني وأن تغيروا حياتكم أرجوكم، لأن يعني غير طبيعي ماذا يفعله برج الجدي. أتمنى تكون عجبتكم القراءة، أتمنى لكم الخير، أتمنى لكم السلام يا رب، أتمنى لكم يعني أفضل ما في هذا العالم، وأودعكم. إلى اللقاء، سلامة. أعود إليكم، أنا آسفة لأني لم أذكر الطاقات، أرى طاقات نارية، البرج الحمل عفوا، أرى طاقات نارية، برج الحمل، الأسد والقوس، يعني بين رمضان يعني نحتاج للقليل من الماء. طاقات نارية برج الحمل والأسد والقوس، وطاقات هوائية الميزان الدلو والجوزاء. والآن أودعكم، نعم شكرا لكم والسلام عليكم. يعني ما زال سأقوم بتحميل برج الميزان، واخا يعني صبرا جميلا، الله يخليكم، فقريبا سأنزل يعني سأقوم بتحميل برج الميزان، واخا مهم. سلامة وشكرا.